لله. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. حطنا في الصورة معاك وقولنا بقى آخر أخبار الفريق في المعسكر، الأجواء، وكمان نطمن كده عن الجديد بالنسبة لك أنت شفته النهاردة من خلال رؤيتك بقى لاستعداد الجهاز الفني، الأحاديث الجانبية ما بين اللعيبة، المحاضرة ممكن تكون إمتى، التحرك إلى ملعب المباراة. بالتاكيد طبعا بنتمنى في البدايه طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وهي مباراه بيراميدز، مباراه مؤجله طبعا من الجوله الثامنه، مباراه صعبه جدا يا محمد طبعا زي ما انت عارف، نظرا طبعا لترتيب نادي بيراميدز وايضا كمال النادي الاهلي وسعيه الكبير والمعتاد لتصدر قائمه الدوري، ومنها ايضا كمان حصول على بطوله الدوري العام. مباراه صعبه ومرحله مهمه جدا الحقيقه الفريق للنادي الاهلي في ظل التلاحم الكبير والضغط الكبير جدا للجهاز الفني واللاعبين، يعني في كل مره بنقول بنلتمس العذر للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، لان انت بتحضر في وقت قليل جدا، بتخلق دوافع ورغبه، الرغبه متجدده وموجوده، لكن الامر بيكون صعب جدا، ذهن اللعيب بيكون في جزء من المباراه التاليه مباشره. على سبيل المثال النهارده طبعا وهي مباراه بيراميدز، التركيز الكلي طبعا لهذه المباراه، لكن انت عارف يا محمد طبعا بتاخد جزء شويه لان الوقت قريب، النادي الاهلي هينهي هذه المباراه مباشره ثم يتوجه الى جنوب افريقيا للقاء ماميلودي سان داونز، مباراه ايضا صعبه بدوافع مختلفه بايجابيات كثيره جدا في بطوله افريقيه وهي البطوله المحبه لفريق النادي الاهلي، فالضغط كبير جدا، لكن كالعاده طبعا ثقتنا كبيره جدا في اللاعبين، عندنا الامل موجود والاصرار اللي بنشوفه، الجديه من خلال التدريبات اللي بتدينا مؤشر كبير الحقيقه في كل المباريات. لعيبه النادي الاهلي اطلع ما في عندها في كره القدم زي ما احنا بنقول، والجمهور النادي الاهلي الحقيقه ودوره الكبير الحقيقه والمعهود اللي احنا بنشوفه في كل طبعا المباريات، في بطوله الدوري العام، في البطوله الافريقيه، سر من اسرار النجاح الحقيقه واللي بيعوض بشكل كبير جدا الجانب النفسي والجانب التحضيري والذهني لفريق النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله النهارده الظروف والمناخ وكل الامور تكون في مصلحه فريق النادي الاهلي في 90 دقيقه تكون صعبه جدا. ثقتنا في بيتسو موسيماني، اختيار التشكيل، طريقه اللعب، موزع المباراه بشكل عامل ازاي، حاله اللعيبه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون في صالحنا محمد. اقدر اقول لك في لحظات بسيطه جدا انتهت المحاضره الفنيه طبعا هنا في فندق الاقامه، يمكن المحاضره كانت 4:30 30 دقيقه استغرقت طبعا المحاضره، لكن اللقطه المهمه جدا اللي بناكد عليها في كل مره ان عقب انتهاء المحاضره مباشره وخروج بيتسو موسيماني، لعيبه النادي الاهلي بتجتمع لوحدها، لعيبه الكبار بتاكد على المرحله، بتتكلم على المباراه، كل الامور دي الحقيقه بتدينا مردود كبير وبتدينا امل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه المباراه واهميه المرحله اللي احنا متواجدين فيها، القيمه الكبيره للشناوي، ايمن اشرف، ياسر، السليه، كل اللعيبه الحقيقه المتواجده، اللعيبه الكبار لفريق النادي الاهلي دورهم مهم جدا وايجابي الحقيقه في هذه المرحله، لكن ان شاء الله باذن الله التحضيرات تكون ايجابيه لفريق النادي الاهلي، بيتسو موسيماني يكون قاري بشكل كبير جدا الكابتن ايهاب جلال المدير الفني المميز الحقيقه اللي عامل اداء مميز جدا مع فريق بيراميدز من خارج الخطوط، هي مباراه لبيتسو موسيماني وايهاب جلال، ومن داخل الخطوط ان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. تحركنا محمد هيكون 6 مساء طبعا الى استاد الاهلي والسلام، يعني 25 دقيقه او 20 دقيقه من فندق الاقامه الى استاد السلام، على ان يتواجد النادي الاهلي قبل المباراه كالعاده بساعه ونصف. الامور طيبه جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي على مدى الاستعداد الخاص بهذه المباراه. لكن النقطه كمان اللي عايز اشير ليها محمد طبعا، واحنا متواجدين في فندق الاقامه شفنا طبعا الحقيقه عمار حمدي واحد من لاعبي النادي الاهلي اللي بنتمنى له ان شاء الله يعود سريعا لفريق النادي الاهلي ويشارك مع فريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. الحقيقه يمكن عمار ماشي بشكل طيب جدا في البرنامج التأهيلي الموضوع ليه النهارده، يمكن في ميعاد مع طبيب النادي الاهلي واخصائي. قدامنا على الشاشه اهي الصوره يا كريم. قدامنا على الشاشه بالظبط الحقيقه، يعني حريص جدا ان هو ينفذ كل البرنامج العلاجي اللي متواجد فيه عمار حمدي، يمكن تواجد النهارده طبعا في فندق الاقامه، منها طبعا كان مؤازره طبعا للعيبه وتواجد معاهم، ومنها طبعا لاستكمال البرنامج الخاص ليه. يمكن عايز اقول لك معلومه طبعا محمد من خلالك ومن خلال برنامج الترند، يمكن كان في بعض الاخبار ان عمار هيقوم ببعض التاهيل الايام القادمه هنا في مصر، لكن يمكن تصريح طبعا خاص بالنسبه لك محمد، عمار هيتوجه الى قطر لاستكمال البرنامج التأهيلي الموضوع ليه، يعني عمار ممكن يطول شويه في قطر لان الامور هناك بالنسبه له هتكون يعني بشكل مطمئن جدا ليه، كل الاجهزه هناك معايا، الدكتور طبعا احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي المتابع معاه بشكل كبير جدا، فبنتمنى ان شاء الله السلامه لعمار حمدي. بدر بنون ايضا كمان بنتمنى له السلامه يعود من جديد، كوكا، كل اللعيبه الحقيقه اللي يمكن اثرت عليها بشكل كبير جدا الاصابه ان شاء الله باذن الله يشاركوا مع فريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، مرحله مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن الاهلي بمنحدر هو ده الشعار وهي دي المرحله، فيا رب ان شاء الله النهارده كل الظروف تكون معانا محمد باذن الله. طيب كريم، في سؤال مهم متعلق بالتشكيل والاهلي هيبدا النهارده بمين؟ النهارده الامور مختلفه شويه عن المباريات السابقه، يمكن التوقعات للتشكيل مش ظاهره قوي بالنسبه لكل الناس، خاصه امبارح بيتسو موسيماني عمل لقطه ما اتعملتش منذ فتره طويله، ان هو امبارح التراي ماتش او التدريب ليله المباراه ما عملش تقسيمه بطول الملعب وما كانش محدد العناصر الاساسيه والعناصر البديله، كان في ميكس ما بين كل العناصر امبارح في التقسيمه. اعتقد النهارده بيتسو هيبقى عنده مفاجآت في مباراه بيراميدز النهارده يا كريم.
يعني بنسبه كبيره جدا يا محمد انا اتفق مع كلامك جدا، لان الامور اللي احنا فيها او المرحله اللي احنا فيها محتاج روتيشن، محتاج تلعب لعيبه في مباراه الدوري، مباراه البطوله الافريقيه لها حسابات ولها شكل ثاني ولها لاعبين بشكل جديد بتشكيل جديد بتكتيك جديد. يمكن الراجل بالتاكيد طبعا المعلومه اللي انت بتقولها، يمكن الراجل امس الطبيعي بياكد على التكتيك، التشكيل بيكون ظاهر من خلال الامصار ومن خلال الشكل العام اللي احنا متواجدين فيه، لكن هي رؤيه الحقيقه لبيتسو موسيماني، لان المرحله خلاص انت محمد زي ما بقول لك انت هتسافر مباشره عقب المباراه. عايز كمان اقول لك على النقطه اللي يمكن الراجل ما حاولش ان هو يظهر بشكل عام، لان انت عندك طاهر ممكن يكون متواجد في المباراه، لكن طاهر النهارده كان مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله في فندق الاقامه بيجري اشعه على الانكل. طاهر يمكن متواجد بكل قوه وعنده تضحيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي ويكون متواجد معاه، لكن طبيب النادي الاهلي والجهاز الطبي بيحاول يطمن على كل اللعيبه، وده بيوصل لبيتسو موسيماني. احمد عبد القادر كان بيشتكي من بعض الامور الفتره الماضيه، حسين الشحات، كل لعيبه انت عارف يا محمد في متغيرات كثيره جدا أكيد. من الامس الى اليوم، حتى توجه لعيب النادي الاهلي الى المباراه ممكن في الفتره دي يحصل اي حاجه، فيمكن الراجل اكيد يعني احنا ثقتنا كبيره جدا في بيتسو موسيماني، اختياره ان هو يكون مين هيلعب مكان مين، مين هيلعب مكدور مش دور، كل الامور دي شفناها لعيبه بتجيد فيها بشكل كبير جدا، فيمكن ثقتنا كبيره جدا في بيتسو موسيماني وثقتنا الاكبر في لعيب النادي الاهلي مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات. ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى هذه المباراه، وفي انتظار يا محمد بقى التشكيل يعني عقب وصولنا ان شاء الله للاستاد الاهلي والسلام، ان شاء الله يكون التشكيل لفريق النادي الاهلي موفق فيه بيتسو موسيماني وكل لعبتنا ايضا كمان موفقه في 90 دقيقه تكون صعبه جدا على الفريقين أكيد. لكن ان شاء الله الاغلبيه تكون لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه الاهلي قبل التحرك الى ملعب المباراه ومواجهه بيراميدز في الجوله الثامنه من مباريات الدوري العام.